الخبر واللي عدنا عن نورمار ورد على يارمار وقمرمار وتهديدهم بالفضيحة. فنورمار نزل على سبب الانستغرام شوية ستوريات بالبداية كان يقول لي انهم راح ينزل مقاطع هذه الفترة، وبنفس الوقت قال لي يا حبايب انه راح يكشف حقيقة يارمار وقمرمار، وبلكم نفس الوقت هو مدينة العشرة اللي ما بينهم تقريبا سنة ونص، اما نسى ايش وقت هو راح يفضحهم. فقال بس راح يرجع من السفر، راح يرجع ويوخر كل هذه المسخرة اللي قاعدة تصير بهذه الستوريات تشوفوها. انا مع محمد ابي مع انفير جابر، بكره انا طلع عنها هالستوري حتى اعتذر لكم انه بكره ما في فيديو يا جماعه مع الاسف. ليش؟ لانه اجهز لكم شغلات قويه ونحن مسافرين بكره وفي مفاجات وحركات جدا. مشان موضوع المشاكل يا جماعه اللي راحت، المشاكل اللي صارت، انا ابن اصل وما بنكر العشره السنه ونص هي على الفاضي، بس راح يجي وقت وراح اخبركم كل شيء صار وكل شيء صار مع اثباتات وكل شيء. بس على كل حال نحن مستمرين وما فينا شيء، وراح تشوفوا مفاجات ومحتوى واشياء متطوره اكثر من اول ب 600 الف مره. بس يعني I'm bad boy. الناس اللي عم تسالني انه ايمتى تخبرنا القصه والمشكله وهيك، يا جماعه خلوني اخلص سفرتي وشغلي وتصوير وحركاتي وفيديوهاتي لكم، وبعدين بخبركم الاشياء التافهه اللي صارت والشغلات الفاضيه بالنسبه لي. فخليني اسافر واساوي الشغلات الصح بعدين بخبركم. وبعد نزل هذا الستوري يقول من مشاكل واخبار وترند والناس مشغولين بنورمار وانور ومحمد. وطبعا بالنسبه لي ارمار فهي طلعت وردت عليهم، فيرا نزلت على سبب الانستغرام شويه ستوريات وبهذه الستوريات كانت تمد بها لسانها وكانوا قاعده تستهزئ بالكلام اللي قاله نورمار. فاكتبوا لنا حبه بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر اللي قاله كلام نورمار، وبنفس الوقت شاركوا برادي ارمار. وطبعا لا تنسوا لي حبايب انه تشتركوا بالقناه عم نقول لكم كل الاخبار الجايه، اكيد قمر راح تطلع ترد عليه واكيد نور راح يرجع يرد عليهم. اتمنى منكم تشتركوا بالقناه يا حبايب عم نحط لكم كل هذه الستوريات. وبس يا حبايب، نهايه المقطع، ما تعجبكم لا تحطوا لايك، شاركوا بالقناه، شاركوا فيزي مقدمه القصص. ومع السلامة.